التركي، وهذا مهد الطريق إلى إتمام المصالحة وإعلانها فعلا، لأن هذا الحقيقة سيكون في مصلحة الشعب السوري، سيكون في مصلحة الشعب اليمني، وسيكون في مصلحة الشعوب الخليجية. وجود تركيا كداعم وكحليف للدول العربية الخليجية وحليف لمصر يخمد كل الفتن الموجودة في ليبيا وسوريا واليمن وهذه البؤر الملتهبة في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء يمر بها العالم وتمر بها المنطقة. نعم.